السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. واليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبة هاف ماكنس ان كونستراكشن. وطبعا يا جماعه الخير، واخيرا بحب ابارككم بنزول اللعبه على الايفون، يعني على الاب ستور. واخيرا تم قبول اللعبه من قبل الاب ستور او المتجر، وصار بامكانكم تحملوه على الايفون وعلى الاندرويد، ورابط تحميل اللعبه بتلاقوه في الوصف، وبكل شيء مقطع منزله سابقا. طبعا المقاطع القديمه كلها عدلت عليها وحطيت لكم فيها روابط التحميل. طبعا يا جماعه الخير، مثل ما شايفين قدامكم عندنا بهي الرساله بحكونا فيها المطورين انه تم قبول اللعبة من قبل الاب ستور، بس مع الاسف في عنا مشكلة صغيرة، واللي هي في لعبة سابقا كانت موجودة على الاب ستور، هي لعبة تابعة لنفس المطورين. اسم اللعبة كان هافي ماكنس مينينج ان سيموليتر او هيك شيء كان اسمها. طبعا مع الاسف انحذفت هذيك من المتجر بسبب انه كان في هي اللعبة واللعبة القديمة عم بيصير فيهم مثل تناقض بين بعض او عم بيصير فيهم خربطة، فمشان هيك المتجر ما كان عم يقبل باللعبة، وهلا انحذفت مع الاسف. فصار بامكانكم تحملوا اللعبة الجديدة من الروابط الموجودة بتصنيف الوصف، او اذا كان بدكم تحملوا اللعبة عن طريق المتجر بامكانكم كمان تروحوا مباشرة على الاب ستور، بتضغطوا على البحث بتكتب اسم اللعبة هافي ماكنس ان كونستراكشن، واذا كان ما ظهرت عندك بشكل مباشر بامكانك تكتب ويب بيرون جيمز، ومباشرة تظهر عندك اللعبة ببداية البحث. يعني هذا هو الاسم المختصر او اسم المطورين، هاي للناس اللي بيحبوا يحملوا اللعبة من عن طريق الاب ستور مباشرة بدون ما يحملوها عن طريق الروابط الموجودين بصندوق الوصف. طبعا يا جماعة الخير، التحديث اللي نزل على اللعبة بالايفون نزل برقم 1.7.0. طبعا التحديث نفسه الموجود على الجوجل بلاي طبعا اللي هو رقمه 1.1.1. طبعا يا جماعة هذول التحديثين هن عبارة عن تحديث حكيت لكم عليه بفيديو سابق، قلت لكم انه صار فيه حمولات جديدة، تريلات جديدة ضافوا لنا هون، وفي اشياء جديدة عدلوا عليهم وظبطوهم، فما في داعي اشرح لكم التحديث مرة ثانية. فاذا كان بتحبوا تشوفوا التحديث او شرح التحديث رح احط لكم مقطع في الاشعارات او في نهاية هذا المقطع، روحوا شوفوه وبتعرفوا شو صار في التحديث. ومثل ما شايفين هلا معنا حمولة عم نوصلها لمكانها، وبس حبيت اني اخبركم بهذا الخبر الجميل، وللناس يلي عم ينتظروا هذا الخبر ان شاء الله الف مبروك عليكم بهي اللعبة، ان شاء الله تعجبكم. كتبوا لي رايكم في التعليقات جماعة الايفون اذا حبيتوها ولا لا، وطبعا كتبوا لي في التعليقات اذا صار عندكم لاج ولا تقطيع ولا في مشاكل ولا شو الترتيب، وان شاء الله بنحاول نحل لكم اياهم. والله يا جماعه الخير، قبل ما ننهي المقطع بتمنى منكم لا تقصروا معنا وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل جديد، وبترككم بامان الله وسلام.